أثناء جولتي أنا ونرجس اليوم لاحظنا وجود كثير من البراندات هنا يا نرجس، كثير من المعارض جاية من دول الخليج، لا سيما والكويت الجميلة، الكويت الرائعة. أهلنا في الكويت، يا هلا وسهلا أخوي غانم. والله يا مرحبا فيك حبيبي، الله يسلمك ويعافيك، وأنتم أهلنا ما يحتاج. يعني أعواد عتيقة وأخشاب لها عشرات الأعوام، إيش السالفة؟ في أعواد عمرها تقريبا ما يقارب 70-50 سنة. واو. وهذه تعد من أندر الأعواد في السوق حاليا، وقيمتها تصل إلى 500,000 ريال. أي والله. واو، يعني في قوة شرائية اليوم؟ في قوة شرائية أنا أقول بنسبة 90% من الأعواد. واو. القديمة والأعواد أيضا الحديثة بعد، لأن شوف الشعب السعودي جبل لنا في كل مناسباته، على التطيب، على التبخير، على أي مناسبة عند بعدين الشعب السعودي ذويق، ترى في العطور وفي البخور ذويق، أنا أشوفه من الدرجة الأولى للأمانة. سلام. شعب يقتني العطور، يقتني البخور. نعم. عندي سؤال ثاني. إيه؟ خلف. إيه؟ وش هو؟ وش اللي يحدد قيمة هذا البخور عن هذا البخور؟ هني في ميزان، أقدر أحط وأوزن أحط السعر اللي أبغاه، ولا في معايير معينة؟ طبعا تقدرين أنت تحطين السعر اللي تبغاه، بس أنه أنت تمشي بمواكبة السوق، يعني كم يبيع؟ لا النادر طبعا، النادر ما له قيمة. الحين في جرامات وصلت أغلى من جرام الذهب، جرامات وصلت أغلى من جرامات الذهب. طيب الحين اليوم لما قالوا لك أنه في معرض، أكبر معرض في الشرق الأوسط وبتشاركون فيه، متى بدأتوا تستعدون لهالمعرض؟ يعني قبلها بشهر تقريبا، قبلها بشهر عشان على نجهز الأعواد، نجهز العطورات، نجهز المكان، نجهز الديكورات، خصوصا أنه معرض، أكبر معرض في الشرق الأوسط تحت هيئة الترفيه. يعني وأيضا نشكر معالي الشيخ تركي آل الشيخ على دعمه لرعاية الشباب ومثل المعارض هذه، جدا جميلة للأمانة، تحفز ان انت تقابل عميلك بنفسك، تطلع عليه شنو اللي يحب شنو اللي ما يحب. يعني انا في بالي سؤال نرجس. إيه؟ مثل هالمعارض، وغانم يسمعني، مثل هالمعارض متى تقيم المعرض انه ناجح ولا لا؟ صراحه احنا ما سوينا معاكم لقاء من اول يوم، بعدها كم لنا الان تقريبا صار لنا 6 ايام نقدر نقيم. انا اغيم انا من اليوم الاول اغيم. عشان هو عنده تجارب. أكيد عندي أنا تجارب سابقة في السعودية، وخصوصا أن عندنا محلات أيضا بالسعودية هني. إقبال كبير، إقبال كبير. حلو. لأن معرض مثل المعرض هذا يمثل الخليج نفسه.